الله جل وعلا يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذه الآية وضحت الطرق الصحيحة في تحبيب الناس إلى شرع الله عز وجل، والحديث عن هذه الآية يطول، لكن ينشر ويتواصى في نشر الخير بطرق بها من الاستهانة بشرع الله ما بها. فمثلا يقولون عن رمضان: كل مسلسل سيعرض بعد رمضان إلا مسلسل ليلة القدر والمغفرة والرحمة والعتق من النيران. سبحان الله، أتشبه العبادة بمسلسلات مذمومة شرعا؟ ألا يكون العتق من النيران والمغفرة ألا تكون في غير رمضان؟ تكون في غير رمضان. يقال هذه الأذكار تأمين ضد المخاطر، تأمين شامل، يوصف هذا الذكر بأنه تأمين، والتأمين معروف حكمه في الشرع من حيث التحريم، يوضع تصميم أو صورة لورقة بها الذنوب وهي تحترق وتحتها الاستغفار عبارة عن نار. سبحان الله، هل الاستغفار نار؟ الاستغفار يمحو الذنوب ولا شك في ذلك، لكن كون هذا الاستغفار يكون نارا كيف وقد قال عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أو يقولون هذه محطة رمضان ستبدأ من كذا وتنتهي من كذا والمقاعد عددها كذا، وهذا ليس محصورا برمضان بل في أي موسم من المواسم. ولذلك مثل ما يقولون هذه رحلة سعيدة، وسئل عنها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى فأجاب بأنها شبه استهزاء بشرع الله عز وجل. يقولون الجنسية مسلم، الاسم فلان، موعد الإقلاع ويذكرون آية، موعد هبوط الطائرة ويذكرون آية. فيقول رحمه الله: هذا من الاستهزاء أو شبه الاستهزاء، وهذه مجرد أمثلة، وإلا فقد تأتي أشياء أخرى. ولذلك على المسلم أن يدعو إلى شرع الله عز وجل بالطرق الشرعية، وألا يكون فيها امتهان وابتذال لهذه العبادات، كيف وقد قال عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ما هو خفيف ولا هزل، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. هذه عبارة عن تنبيهات، ولعلها تفيد في أي أمر يشابه هذا الأمر. فالنصوص الشرعية وإلا الحمد واضحة، وطرق تبليغ الخير إلى الناس واضحة من غير هذه الأشياء.